وقرار وزير الخارجية كان صائبا يحفظ كرامة المغرب والدولة المغربية. لا يمكن الاستهتار بوحدتنا الترابية، وهذا هو لب وفحوى الآن السياسة الخارجية للمغرب، إما معنا أو شيئا آخر. ووحدة ترابية أكرر، وكلمة روتينية يقولها كل المغاربة، الوحدة الترابية خط أحمر، والمؤسسة الملكية كذلك. لا مجال للعب بهذه الأوراق. المغرب دولة صاعدة، وهنا أقول على أن بعض الموروث الاستعماري من بعض الدول يجر معه هذا الموروث الاستعماري، ويعتبر المغرب كأنه مزرعة لهم مرة ثانية في إطار الهيمنة الاقتصادية بوجه جديد استعماري. القرار قرار وزير الخارجية، ونحن نرصد كفاءته العالية في هذه الانتصارات الدبلوماسية. المغرب يحاصر اليوم كدولة صاعدة، كقوة إقليمية، كمعادلة صعبة في بين دول العالم. هذا هو رهان المغرب الآن، ولنا إرادة في التوجه أن نكون دولة صاعدة لها كيان قائم الذات ولها قوة اقتصادية واجتماعية كذلك. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.